حيث انطلقت الليلة البارحة النسخة الخامسة من مهرجان الصحراء والمحيط المنظم من قبل جمعية تنمية بن الشاب والقرى المماثلة تحت شعار حماية المحيط والتنمية المستدامة. يرمي المهرجان إلى التعريف بالموروث الثقافي والتاريخي بهذه المنطقة وإطلاع الأجيال على مكانتها العلمية ودورها التاريخي في المقاومة. في فضاء مفتوح وتحت هذه الموريتانية الأصيلة انطلقت في مقاطعة بن الشاب بولاية إنشيري النسخة الخامسة من مهرجان بن الشاب الصحراء والمحيط المنظم من طرف جمعية تنمية بن الشاب والقرى المماثلة، والذي يعد واحدا من أهم المهرجانات الثقافية في البلاد. هذا المهرجان مهرجان الصحراء والمحيط الذي دأبت جمعيتكم الموقرة على تنظيمه منذ فترة طويلة، نعده من أهم مهرجانات الوطنية نحن في وزارة الثقافة. إننا في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، الذي تشهد كل الإنجازات الكبيرة التي حققها لهذا الوطن. انطلاق فعاليات هذا المهرجان سرت بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين في ولاية إنشيري، إضافة إلى جمهور كبير من المهتمين بالفعل الثقافي. وقد اختير له هذه السنة شعار حماية المحيط والتنمية المستدامة. ها نحن اليوم نجتمع في مقاطعة بن الشاب لتنظيم النسخة الخامسة من مهرجان الصحراء والمحيط التي تنظم هذه السنة تحت شعار حماية المحيط والتنمية المستدامة. إن شعار مهرجان هذه السنة يجد مصوغاته من خلال الاهتمام المتزايد بحماية البيئة على المستويين الوطني والدولي، ويكتسي الحفاظ على البيئة أهمية كبيرة بالنسبة لساكنة بن الشاب. مداخلات حضور السهرة الافتتاحية ذمنت ما تم إنجازه للبلاد في مختلف المجالات التنموية، مشيدين بقرار اعتماد بن الشاب مقاطعة بعد أن ظل لفترات طويلة مركزا إداريا، مؤكدين على أهمية هذه التظاهرة الثقافية السنوية. سهرة الافتتاح تميزت بعدة فقرات فنية وأدبية تفاعل معها جمهور مقاطعة بن الشاب، ونالت إعجاب الحضور، من بينها عرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة المهرجان خلال محطاته السابقة.